هنا في ساحة الكونكورد الشهيرة في باريس تبدو المسابقات والرياضيون الذين تنافسوا على الذهب وكأنهم قوات فصل أجنبية تشبه تلك التي ترسلها الأمم المتحدة إلى مناطق النزاع، وفرنسا اليوم هي واحدة من هذه المناطق التي تخوض منذ أشهر نزاعاً سياسياً بين الرئيس وأحزاب البرلمان. فعلى يميني يؤدي هذا الطريق إلى قصر الإليزي، وعلى يساري إلى مجلس النواب. الألعاب الأولمبية كانت بمثابة الهدنة التي فرضت على الجميع، الأحزاب احترمتها من مبدأ إخفاء خلافات البيت الداخلي وإظهار حسن الضيافة أمام ملايين الضيوف الذين جاءوا إلى باريس للاستمتاع بالرياضة. أما الرئيس فهرب إلى الملاعب ليبحث عن ميدالية هنا أو هناك بعدما خسر كل معاركه في السياسة. لكن ولأن لكل شيء نهاية، ينتظر فرنسا بعد انتهاء الألعاب الأولمبية أسبوع صاخب سيعود فيه الناس إلى الشارع للتظاهر، والسياسيون إلى تبادل الاتهامات، والأهم من كل ذلك سيخرج الرئيس الفرنسي من واقع أنه كان نجم الأولمبياد والرابح لتنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي بنجاح إلى حياة الواقع في السياسة، والتي لم تغير أيام الأولمبياد 15 من حقيقة أنه كان يقود بلاداً من دون حكومة. فتسمية رئيس للوزراء ستكون مباراة فرنسا الأخيرة، أو الميدالية الذهبية الأثمن التي تبحث عنها كل الأحزاب هنا أمام مجلس النواب، وخصوصاً قوى اليسار التي توافقت على ترشيح اسم الاقتصادية لوسي كاستي. فادي الدهوك، الحدث، باريس.